مصطفى لايف لتعليم القيادة، القيادة عالمنا. لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إذا كنت تخافين من قيادة السيارة فأنت مثل ذي، حاطة يدها على خدها وحارمة نفسها من الحياة. أما إذا كنت تسوقين بثقة فأنت مثل ذي، تسوقين بكل ثقة مثل الحصان المنطلج. إذا كنت تخافين من قيادة السيارة لازم أخليش تصيرين مثل ذي، ملكة. شفتي ذي؟ هذا ذي جمجمة لعبة. أنا مو بعالم نفس، ولكن يقولون إذا أنت خفتي منها ورسمتي في ذهنك أنها تخوف بتتحرك أو بتطلع العيون، هنا أنت برمجت نفسك، أوكي، ورسمتي صورة ذهنية وهمية في ذهنك أن هالجمجمة بتتكلم وبيطلع عيونه وبيخوفك، والواقع أنها لعبة ذي. ليش أقول كذا؟ لأن هذا أنا مو طبيب نفسي، ولكن تعلمنا من الحياة أن الإنسان إذا صنع فكرة في ذهنه واقتنع بها ورسمها في ذهنه خلاص تصير بعبع، هي مو موجودة أساسا، صح؟ ليش أنا قلت هالكلام؟ ذي مشكلة أغلب الأخوات اللي يعانون من الخوف من قيادة السيارة. مشكلة الخوف من قيادة السيارة مشكلة شائعة وطبيعية مع بداية تعليم القيادة لأغلب الناس، بس يمكن النسوان أكثر شوي، لأن معروفة المرأة بطبيعتها عاطفية ومشاعرية أكثر من الرجل، الرجل عادة أكثر جرأة. طيب هل يروح الشعور؟ إيه نعم طبعا يروح أي شيء نخاف من مع الممارسة يروح. أوكي، الحين ترى حتى الطيار والمضيف أول تجربة لهم تعتبر فيه نوع من الخوف، لازم قال يتعود مع الممارسة. طيب أنا بعطيكم بعدها معلومة إضافية، أنا وجدت بأن أغلب الأخوات اللي يخافون من قيادة السيارة أغلب مخاوفهم مخاوف وهمية، على افتراض أنه احتمال تصير، تصير، قد تصير، أخاف يصير، أوكي؟ والواقع علمتنا الحياة بأن أغلب 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 الأشياء اللي احنا نخاف منها ونضع لها خوف مقدم غالبا ما تحصل، وإذا حصلت تحصل بسيط. شلون؟ بعطيكم مثال صغير من واقع حياتنا. الآن الأم فينا إذا بنت تأخرت في خروج المدرسة وما وصلت البيت في وقتها، أول ما يخطر في بالها أن البنت لا سمح الله انخطفت، أو إذا الولد تهاوش راح صار في شيء. بينما في الواقع بعد أن يوصل البيت تلاقي عاد رايح تشتري ورق عنب من الباص اللي مناك ولا من البقالة، وتظل الأم تفكر في هالتفكير الوهمي سنين إلى أن تالي البنت تخرج تروح الجامعة وما صار شيء. طيب أيضا من الأشياء اللي تخوف، اللي تخلي بعض البنات يخافون، وذا خوف وهمي، أن الآخرين بيصدمونها، الآخرين بيدعمون فيها، المتهورين بيسوون، والشارع مليء بالحركة، مليء بالسيارات، كل الناس تسوق، هذا احنا نسوق لنا عشرات من السنين، غالبا اللي يتقيد بالأنظمة يتجنب الحوادث غالبا. هذا واحد. اثنين من المخاوف اللي بعض البنات يخافون منها هي الشاحنات، السيارات الكبيرة إذا شافت في المراية اللي على اليمين ولا فوق شاحنة جاية يا لك بطنها وجعها. والواقع بأن الشاحنة ذي رايح في طريقة، لعلمكم سائقي الشاحنات يعني يخطون، لكن أخطاهم أقل 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 من السيارات الصغيرة، لأن عقوبتها أشنع ويعرف أن النتائج أضخم وما إلى ذلك. أوكي، أيضا من الأشياء اللي تخوف البنات مثلا إذا مرت عند دورية أو مرور عندها رخصة، تخاف ما بيسوي شيء، ما عليه منك، حتى لو أنت ما عندك رخصة. طبعا أنا ما أنصح أحد يسوق إذا ما عنده رخصة، لكن مع ذلك ما بيذبحك، بيعطيك مخالفة 1000 ريال for example. لذلك أنصح بعض النصائح علشان تتخطون هالمشكلة ذي اللي أصلا مبنية على وهم. أول شيء أختي الآن وأنت قاعد تشوفين هالفيديو، ملايين ملايين النساء في العالم يسوقون، والشوارع متروسة سيارات، والناس رايحة جاية، والحياة طبيعية والحياة جميلة، ليش تحرمي نفسك؟ طبعا إذا ركبت السيارة حاولي توزنين الكرسي بشكل سليم ومريح علشان ما يوترك، إذا كان جنبك سائق يوترك، زوجك، زميلتك، اللي أحد، حاولي لا يركب معك. كثفي تدريبك قبل ما تصيرين الرخصة بحيث أنك ما تسوقين إلا أنك تعرفين، تجنبي الطرق المزدحمة مثلا.
لأن الطرق المزدحمة تزيد شوي من التوتر، وبإمكانك استخدام خرائط جوجل. خرائط جوجل يعلمك الطرق مزدحمة أو مزدحمة والطرق البديلة، هذا طبعا أحد الحلول. إذا كنت تخافين وتوجه مبتدئة في القيادة تخافين من سواقة الليل، يعني حاولي تتجنبينها ولو مؤقتة. الدورات حاولي تدخلين فيها بشكل تدريجي، أوكي. لازم 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 لازم، وأهم نقطة إنك كل يوم تطلعين، كل يوم تسوقين، إن شاء الله تروحين حدك الصيدلية، تروحين حدك البقالة، تمشين دقيقة دقيقتين عشان لازم لازم كل يوم، ومو بكل يوم تسوقين في وسط الحارة ويمج، لا، بعدي تدريجيا شوي 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 بعدي، مثل الدائرة الكبيرة تكبر مثل كرة الثلج. لو بغيتي أي شيء حاولي أنت تطلعين، لا تتلككين تنتظرين زوجك ولا ولدك، لا أنت طلعين. لا تقعدين وتنتظرين شعور الخوف هو اللي يروح، ما يروح الشعور ذا، انت اللي صنعتيه، انت صنعتيه وانت تطردينه، مثل ما يجيبون في الافلام الخياليه نجحت كيتي الفانوس عشان يطلع علاء الدين او المارد، ما ادري منه فانوس علاء الدين، يطلع المارد انت طلعتيه انت دخليه. لذلك الخوف انت اللي تطردينه، مو هو يروح، ما في يعني ما في هو اصلا دواء ولا حبوب ولا مرهم عشان والله تستخدمينه عشان يروح، لا لا لا. الخوف المفرط هو شعور وهمي انت صنعتي، قوقعتي نفسك بخطر معين وغالبا ما راح يحصل. اما فيما يتعلق بضرب الهرم او البوري او الكلكس على حسب ما يسمونه، الطبيعي انت في الشارع وطبيعي انه ممكن احد يدق لك هرم يزعجك، لا تتوترين، خليك امرك عادي. واذا كنت بتنعطفين يمين مثلا عند الاشاره وانت واقف بشكل نظامي واللي وراك يدق هرن، لا تشينهم، خليه بالطبحر. طبعا اهم شيء تكوني انت ماشي بنظام، اوكي، اتفقنا. حطي في بالك بان قياده السياره مهاره وليست موهبه، حطيها حلقه في اذنك. ليش اقول مهاره وليست موهبه؟ موهبه يعني هي ميزه خاصيه الله سبحانه وتعالى يميز بعض الناس ببعض الخصائص، مثل حلو الصوت، مثل كذا، المهاره يعني الرسم، الخط. اما مهاره، احنا قلنا ذيك موهبة، اما المهارة هي شيء تتعلمينه وتسوينه، يعني اي احد يقدر يتعلم يطبخ، اي احد يقدر يتعلم انه يسوق، اي احد الانسان الطبيعي يقدر يتعلم يمشي اذا كان طفل، صحيح؟ اخر نقطتين، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. حطي في ذهنك ركبتي طيارة، باخرة، سيارة، ما راح يصير الا اللي الله سبحانه وتعالى كاتبه. لا تشغلين نفسك، فوضي امرك الى الله سبحانه وتعالى. والنقطة الاخيرة، المدرب العصبي. إذا كنت اللي دربك مدرب عصبي أو اللي يركب معك المرافق عصبي، ما أنصح إنه يكون معك، شوفي لك أحد ثاني، لأنه راح يزيد من توتر الخوف. كان معاكم مدرب تعليم القيادة مصطفى لايف، وذي كانت دردشة عن الخوف من القيادة، وإن شاء الله أني أفدتكم. أرجوكم اللي يشوف هالفيديو وبعدين يشوف نفسه تخطى الخوف يرجع يكتب لنا في التعليقات، خلونا نتعلم ونشوف منكم. دمتم بود.